بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء الأسبوع. ضيفي وضيفكم سعادة المهندس مذكر بن دغش القحطاني، الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للتوعية الهندسية لبناء وشراء المساكن بيتك عامر. فأهلا ومرحبا بك مهندس مذكر. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، حياك الله. بداية، وإن كنا في هذا البرنامج عادة نحاول أن نحث الضيف على أن يحدثنا عن نفسه، ولكن المشروع الذي أنتم تتحدثون عنه أو نحن في صدد الحديث عنه سيعكس للمشاهدين كثير عن المهندس مذكر. فبيتك عامر، لماذا هذا المشروع؟ أحسنت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك أخ عبد الله وأحيي قناة الإخبارية لاستضافتي في هذا البرنامج. وموضوع بيتك عامر مشروع وطني للتوعية الهندسية. أنت تعرف يا أستاذ عبد الله أنه أي مشروع إصلاحي أو توعوي أو من البرامج التوعوية يسبق وجود مشكلة. المشكلة هذه تبدأ حلها بالتوعية والإعلام. المواطن في حينما يريد أن يمتلك مسكن يواجه عقبات ضخمة جدا ومتعددة. يبدأ أولا من ثقافة التخطيط والادخار. نحن لا يوجد لدينا، أو المواطن بشكل عام لا يوجد لديه ثقافة للتخطيط والادخار لامتلاك مسكن. في أمثلة حتى تكون في اللاوعي للمواطن، من أمثال مثلا طقها والحقها، مثلا دائما تتردد دائما عند المواطنين، هل الآن طقها ما تلحقها في الوضع الاقتصادي الموجود. بعد ذلك عندنا عقبات في موضوع العقار، عقبة التصميم، عقبة التنفيذ، عقبات كثيرة ومتعددة. طيب إيش هو الحل؟ لابد من وجود مشروع توعوي يضع المواطن أمام مشروع لحل هذه الإشكالات، حتى يستطيع أن يبني مسكنا آمنا واقتصاديا وبأقل التكاليف. جميل. نعم. إذن هو جاء لحل إشكالات. نعم. تتعلق بالمسكن. نعم. ذكرت أن هنالك جزء عن مسألة الادخار. نعم. تريدنا أن نناقشك في الادخار أو في المسكن؟ والله أنا أعتقد أن الخطوة الأولى هي التخطيط والادخار. طيب. نعم. هذا المشروع الجميل، المشروع التوعوي، المشروع الوطني. نعم. عندما تحدثت عنه وأنت تتحدث عنه أقول في نفسي كم من الناس سوف يستفيد من هذا المشروع. نعم. خاصة وأنك ربطته بالادخار. نعم. فبدالي وإن كنت على خطأ فصوبني، بدالي بأن النسبة قليلة جدا أولئك الذين يبنون منازلا. نعم. بل البقية الذين تملكوا منازلهم من الذين يشترونها جاهزة مباشرة من خلال البنوك، فلا حول له ولا قوة. نعم. طيب، أولا المشروع ينقسم إلى قسمين رئيسيين. نحن نتوجه إلى المواطن الذي يريد أن يبني مسكنه بنفسه. جميل. وهذا واقع، يعني صندوق التنمية العقاري يعطي قروض بالآلاف سنويا، وهؤلاء ليس لهم حول ولا قوة إلا أن يبنوا مساكنهم بأنفسهم. نعم. بالإضافة إلى الاقتراض. نحن هذا جانب. الجانب الآخر والمهم لمن يريد أن يشتري مسكنا جاهزا كما ذكرت. جميل. ما هي المعايير المفروض أن يعرفها المواطن للتمييز بين مسكن جاهز جيد وغير جيد؟ نعم. المواطن مع الأسف يا أستاذ عبد الله ينبهر بالديكورات وبالألوان وبالأشياء الجميلة، ولا يعني يخطط أو عنده أي فكرة عن موضوع الضمانات، بعض المعايير المهمة التي تعكس جودة المبنى المسكن. جميل. فنحن أيضا نتوجه لهذا، وسوف أشرح لعله في 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 فقرات المشروع أو فكرة المشروع كيف نتوجه لهؤلاء. هؤلاء أيضا نحن صراحة عندنا مشكلة في قضية لماذا يقترض المواطن يمكن 100% من ثمن المسكن. الشباب يا أستاذ عبد الله عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الادخار والتخطيط، فقط يرهن نفسه لموضوع البيت ويبقى طول حياته يسدد في هذه الأقساط، أقساط سيارة، أقساط بيت، أقساط تعليم، أقساط متعددة. طيب هل هناك أفكار ورؤى جديدة تشجع وتحفز الشباب أن يضع لنفسه تخطيط ليكون مسكنه من حر ماله؟ هل هذا ممكن؟
نحن نزعم في هذا المشروع بإذن الله أن نقدم رؤية للشباب لكي يستقلوا بأنفسهم ويبنوا مساكنهم. أنا أقدر أقول 50% من الاقتراض وليس 100%. يعني نفترض أنه شخص أحد الشباب ولو أنه الشياب ما بنوا بعضهم، ولكن نقول أحد الشباب أراد أن يبني منزلا مساحة مثلا 400، تعتقد أنه 200,000 ريال ممكن يبني؟ طيب هنا لابد أن نقسم الموضوع إلى قسمين. بند الأول والخطير والمهم واللي يمثل 50-60% من تكلفة المسكن، أين يقع؟ الأرض. يقع في الأرض. نعم. وهذه عقبة ضخمة جدا، قد يكون فيها التحليل أو كيفية التخطيط قد تكون محدودة، لكن أيضا راح نقدم بعض الحلول وبعض المقترحات في موضوع الأرض. فمثلا لماذا يصر المواطن أو الشاب أن يسكن في مدينة الرياض أو الدمام أو مكة، المدن المزدحمة بشكل كبير وسعر المتر المربع فيها يتعدى 2,000-3,000 ريال؟ شاب تو في مقتبل العمر، لماذا لا يفكر في ضواحي هذه المدن؟ عندنا مشكلة في قضية التخطيط، بعض الشباب يصر أن يكون في يعني من المدن الكبرى. السبب قد لا يكون يعني كبير، وإنما لوجود الأسواق والأشياء الترفيهية والاستراحات وغير ذلك. الخدمات. أي الخدمات موجودة في المحافظات أستاذ عبد الله. أنا أتكلم مثلا لو أتكلم عن مدينة الرياض، عندنا محافظة المزاحمية، المجمعة، الخرج، هذه أنا ما أعتبرها يعني قرى، الآن أصبحت محافظات فيها جامعات، فيها مراكز جذب اقتصادية كبيرة جدا. يستطيع أن يتملك الإنسان أرض بقيمة 160-200,000. جميل. في حين لو كان في المدن الكبيرة لن يستطيع أن يتملك الأرض إلا بسعر 1,000,000 ريال. نعم. طيب لماذا؟ وأكثر. ليش طيب؟ لماذا لا نشجع الهجرة إلى هذه القرى أو عفوا المحافظات؟ ويستمتع الإنسان ببناء بيت آمن وملك ويبني بداية حياته مع أسرته ومع أطفاله في بيت جميل في حوش، لأن تستطيع أن تأخذ مساحة أرض 600 متر وتضع فيها حديقة وتصميم جميل، ويؤثر على الناحية النفسية والاجتماعية. أستاذ عبد الله، خلينا نتوقف عند هذه ودعني يعني أفكر بصوت مسموع معك. نعم. تخيلت لو أني ذهبت إلى المجمع. نعم. إلى المجمع. نعم. تقول. نعم. يعني نعم. الخيارات المحافظات. نعم. القريبة والمملكة بشكل عام، تبوك مثلا، الطائف، بعض المناطق اللي ليست المدن الرئيسية. نعم. أنا أتكلم عن المدن الرئيسية. إذا أنت تتحدث عن فئة من الناس. نعم. هم الفئة المرنة وظيفيا. نعم. الفئة اللي يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان. شرطا لا يكون عمله له علاقة بالتجارة. نعم. البحت. نعم. يعني كثير من دعنا نقول المناشط أو الأنشطة التجارية هي موجودة في المدن الكبيرة، فبالتالي من خارج المملكة يأتون إلى هذه المدن لممارسة هذه الأعمال. نعم. الآن مع تغير الثقافة أصبحت أيضا ربة المنزل هي الأخرى موظفة. نعم. فبالتالي صحيح. أصبحت المشقة ضعفين. طيب أنت يعني لمست يعني نقطة مهمة جدا. أولا أنا ليس لدي وصفة كاملة لجميع الحلول لجميع الناس. نعم. هذا أولا. أنا لو قدمنا الحلول ل20% أنا أعتبر هذا إنجاز. أنت ذكرت المرأة الآن حينما تتوظف في القرى والمحافظات ويكون زوجها معها، يعني حتى ممكن بعض المرات بعض الأسر تسكن، ولكن تصر أنها يعني تقطع 200 كيلو يوميا حتى تصل إلى المدينة. فلماذا لا يفكر الشاب والشابة، ولأن أقول نسبة معينة، أنا ما زي ما ذكرت لك لا نحل 100%، وليس لدي وصفة كاملة لجميع الحالات. أنا أتكلم من يستطيع، ظروف المادية ليست أن تجعله يتملك أرض، وظروفه أيضا الاجتماعية والزوجية تخليه وظيفيا يسكن في محافظة المحافظات، أنا أقول ابدأ من هنا. تستطيع أن توفر مسكن، تستطيع أن توفر أرض، تقلل التكاليف الضخمة والاقتصادية اللي نحانيها أنا وأنت في مدينة الرياض. نحن نصرف تكاليف ضخمة على فكرة في الوقود وفي التسوق وبعض الأشياء، بل حتى من وقتنا وناحيتنا النفسية نحن نقضي أستاذ عبد الله ما يقرب من 4-7 سنوات خلف مقود السيارة. صحيح. في المدينة. صحيح.
طيب لماذا في مقتبل العمر، أنا أتكلم شاب توه في مقتبل العمر يكون نفسه يعيش في مثل هذه المدن الجميلة؟ أنا أتكلم حتى على المحافظات، قد يكون هناك مدن زي مثلا تبوك، مثلا بعض المدن اللي في جيزان، أو في بعض المناطق في نجران، في يعني بعض المدن غير المدن الرئيسية. لماذا نصر على هذه المدن الرئيسية التي الآن أصبح من وجهة نظري أنها خيار غير مناسب للشباب؟ لأن هنالك تفاوت بين هذه المدن وتلك المدن والمدن الأخرى، تفاوت ثقافي، تفاوت اجتماعي، اقتصادي، تفاوت على يعني هنالك اختلافات وفروقات كبيرة. لو كنت تتحدث عن نسخة مكررة من مثلا الرياض وخدماتها وإلى آخره في جيزان وفي الغربية وفي الشرقية وإلى آخره لقلت عداك العين. بس أنا أقول صراحة الفجوة بدأت تضيق أستاذ عبد الله. الآن كان 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 لا يوجد لدينا إلا 7 جامعات قبل حوالي 7 أو 8 سنوات، الآن يوجد جامعات في محافظات. الفجوة التي تتكلم عنها تتكلم عن قبل 10 سنوات بدأت تضيق. هناك أسواق ضخمة، أنا أروح في جميع مناطق المملكة وأحب السفر طبعا على فكرة، لكن أجد هناك يعني مراكز جذب اقتصادية كبيرة جدا، نوع من الراحة النفسية. طبعا أنا ما أقول إنها زي الرياض يا أستاذ عبد الله، لكن من يريد أن يتملك، على فكرة أنا ما أحجر على الناس، من لديه القدرة والمبلغ المالي ويستطيع أن يتحمل مثل هذه الضغوط فالله يحييه يذهب إلى الرياض. طيب. لكن من لا يستطيع فأنا أتكلم أنه خيار جيد ويستحق التفكير. طيب هنالك مسألتين. المسألة الأولى، ألم تلاحظ أنه بعض المدن الجميلة جدا يعني مؤخرا زرت الوجه والعلا وأملج وإلى آخره، جميل، أهل أسماء جميلة، نعم هي جميلة، نعم. فعلا صحيح. أهلها قد تجدهم نصهم في الرياض، هجروها. نعم هجروها. طيب أليس أولى بأهلها أن يسكنها؟ نعم، هذه الآن فائدتنا في ليه تركوها. طيب، هذه ثقافة يا أستاذ عبد الله، عندنا ثقافة. أنا ذكرت لك أنه أهم شيء في موضوعنا هي الثقافة وتغيير هذا المفهوم والثقافة. لا تستطيع أستاذ عبد الله أن تغير ثقافة مجتمع بكلام أو بنصائح أو بتوجيهات حكومية، أنت تغيره بالإعلام. ولذلك حنا جينا في قناتكم، في قناة الإخبارية، وعندنا برامج في الهيئة السعودية للمهندسين مع عدد من القنوات لتغيير مثل هذه الثقافة، لعكس الهجرة. يجب أن تكون الهجرة عكسية، نحاول أن نوضح لهم الميزات والعيوب من خلال هذه البرامج. جميل. هذه فكرتنا صراحة في هذا المشروع، ليس موضوع بناء فقط، نحن نريد أن نغير في الثقافة، سواء في الثقافة اللي ذكرت في قضية الهجرة، ثقافة التصميم، ثقافة الضيوف، ثقافة المسطحات الضخمة التي في بيتنا، التي يمكن تمثل 50 إلى 75% من مسطحاتنا مركزة للضيوف ولا نسكنها، ثقافة التحف والديكورات اللي تؤثر حتى على تربية الأطفال، كلها راح تكون جزء من برنامجنا هذا بتكامل. جميل. إذن لو افترضنا أنه الشق الثاني من المساءلة، هذه مساءلة، الشق الثاني منها ما يتعلق بكما تفضلت أنت اللي هو عملية أسعار العقار وأسعار البناء. نعم. وإن افترضنا أن الرجل هذا أخذ شراء له أرض 200 ألف، ها؟ نعم. كم قلنا مساحة؟ افتراضيات، يعني فرضيات 500، نعم، لكن 500. على حسب الواقع، يعني 500 متر تجدها في بعض هذه المدن أو المحافظات ب 200 ألف ريال. طيب كم أبنيها 500؟ طيب. أيوة، بالنسبة للمبنى هنا تحت تدخل موضوع آخر، يعتمد تكاليف المبنى على أكثر من عامل، المواصفات وطريقة التنفيذ وأيضا مسطحات المبنى، فكلما كان مسطحات ضخمة ومساحات ضائعة فكلما كانت التكاليف كبيرة. فكبرت؟ نعم، كلما تكون التكاليف كبيرة. أي. نعم، نحن في هذا البرنامج نركز على احتياجات المواطن، نريد للمواطن ماذا يحتاج. أنا أتكلم يا أخوان على فكرة، هذه نقطة مهمة، من يريد أن يبني قصور، نحن لا نحجر على الناس يعني، أو مساحات ضخمة وعنده الإمكانيات الله يوفقه، بالعكس جميل. نحن نتكلم لفئة الشباب اللي يريد منزل اقتصادي وصغير أفضل من الخيار الثاني وهو الأجار. أنت لو عندك خيارين، أنك تبني منزل جميل وبسيط ومسطحات صغيرة وتتملكه، وإلا أن يكون بالأجار، ماذا تختار؟ أكيد طبعا تملك. طيب، فهذا هو الشريحة اللي نتوجه إليها في بيتك عامل.
نحن نتكلم عن مسطح في حدود من 300 إلى 400 ألف ريال تكلفة. إضفنا عليها 200 حقة الأرض تتكلم عن 500 إلى 600 ألف ريال، قد تجي إلى 700 ألف ريال. طيب. وكلما زدت المواصفات والمسطحات زاد سعر المسكن. جميل. إذا نحن نتحدث عن تكلفة من الممكن أن تكون من خلال الضواحي، لو أنه نحن أوجدنا ضواحي. نعم. يعني لماذا يجب أن أذهب إلى مثلا المزاحمية أو إلى المجمع؟ لماذا لا يكون هنالك في الأطراف؟ ما شاء الله عليك. يكون هنالك ضواحي تبنى. نعم. أنت كأنك تقرأ يعني خطتنا في البرنامج. طرحنا في أحد البرامج أو الحلقات من بيتك عامر فكرة لا تكلف الدولة ولا ريال واحد. فكرة لإنشاء ضواحي، وهذه فرصة يعني أيضا من خلال قناتكم الإخبارية أن أطرح هذا الفكرة للمسؤولين وأصحاب القرار. لماذا لا يكون لدينا مدن أو ضواحي في تنشأ خارج المدن الرئيسية؟ كما ذكرت بالضبط، مسطحات المملكة كم مساحتها؟ 2 مليون متر مربع. لماذا لا نخصص أي ضاحي أي مكان مليون متر مربع، 2 مليون متر مربع، ثم نأتي إلى القطاع الخاص ونقول هذه مخططات البيئة العمرانية وليس العقارية. نعم. هناك فرق بين التخطيط العقاري والبيئة العمرانية. بمثل يعني هناك ضواحي وأنت تعرفها في جميع مناطق أو يعني على بعد الرياض، 50% خدمات وحدائق ومسابح وجداول وبحيرات، و50% للإسكان. نأتي إلى المطور العقاري الكبير أو عدد من المطورين ونقول لهم هذه الأرض لديكم مجانا في مقابل أنه تطورون التطوير العمراني الصحيح بناء على مواصفات محددة، ونعطيكم التجاري أو الخدمات التجارية تمتلكونها أنتم، ثم أو يعني توزع في المستشفيات أو مدارس أو كذا، أو الأشرطة التجارية والأراضي التجارية لكم تستثمرونها، أو نسبة أيضا من القطع السكنية. جميل. ويكون ندمج أيضا، هذه نقطة أيضا ثانية وخطيرة أخرى، أنه لو خصصت الوزارات المعنية مثل وزارة الإسكان إلى ذوي الدخل المحدود بيمكن حوالي 500 أو 600 وحدة سكنية. لا خليني بعلق على هذه ذوي الدخل المحدود. نعم. ولو أنها كانت مستنكرة هذه الكلمة، لكن ذوي الدخل المحدود الآن الشريحة الأكبر. طيب نسبة إلى أسعار العقار. طيب. تفضل. خليني أكمل الفكرة، أنه هذه الشريحة تكون مدمجة بحيث أنه المطور العقاري يطور للبيئة كاملة المليون متر مربع، ثم نوزع السكني أو 70% من السكني للمواطنين، بيئة أراضي مخدومة مطورة ببيئة عمرانية جميلة، وهو الذي مثلا يبني فيها، أو حتى ممكن أنه يتم الاتفاق مع شركات تطوير عقاري لبناء المساكن للمواطن. إذن أنت الشاهد أنت بحاجة إلى مستثمر جديد. نعم. الشاهد أننا نريد أن نخلط من يوزع لهم الإسكان مع النسبة من القطع السكنية التي يستثمرها المطور العقاري. جميل. ويكون هناك بيئة عمرانية جميلة لا تكلف الدولة ولا ريال واحد. طيب. نعم. دعني أعلق على هذه وأخذها من زاوية تفاؤلية. نعم. هذا المستثمر الذي تبحث عنه. نعم. لن يكون. أيوة. لأنه بالتالي سوف يقوم بضرر نفسه دون أن يعلم أو يعلم. نعم. فبالتالي ليس من صالحه أن يتشارك مع الدولة في هذا المشروع، بينما مخططاته اللي لسه ما كانت في الأطراف الآن أصبحت في المدينة. نعم. بالآلاف الأمتار. أنا ما أتكلم المطور العقاري كيف أنت انظر الآن إلى مشروع المملكة على طريق الرياض. بمجرد يا أستاذ عبد الله أن تضع البيئة العمرانية الصحيحة والتصميم العمراني الجميل راح ترتفع سعر الأرض. نعم صحيح. أنت حينما تكون فلتك تطل على جدول ومتصمم تصميم احترافي، أنا أتكلم وليس تطوير عقاري شوارع وأرصفة وإنارة يعني عادية مثل الشوارع، أنا أتكلم حينما يتم هو تخطيط، ترى ما يكلف شيء بسيط، تصميم يعني تصميم عمراني، حينما تكون هذه الأرض في بيئة تصميمية عمرانية جميلة راح يرتفع سعر الأرض. نعم. ويكون المواطن هو المستفيد، لأنه قيمة الأرض سترتفع. نعم. اللي يتملكها والثلاثين في المئة اللي يتملكها المستثمر راح يتصرف بها، يبيعها على أي ناس. إحنا لا نتدخل في طريقة العرض والطلب، هذه بناء على السوق.
الشاهد أنه سنكون عندنا بيئة عمرانية جميلة، أراضي مجانا للمواطن مخدومة، الدولة لا تتكلف أي شيء، المستثمر هو الذي يتكلف بالبنية التحتية كاملة، ثم في باقي شيء عندنا واحد اللي هو مفترض أن الدولة هي التي تقوم فيه، ربط مثل هذه الضواحي بالمدن الرئيسية عن طريق قطارات، قد يكون مطارات، طرق سريعة، حتى ممكن أنه يصلوا إلى المدن الرئيسية في جميع أنحاء المملكة. لأننا نتكلم عن الرياض فقط أو مجمعات إدارية. نعم. ومن ثم عمليات ربط من الممكن. نعم. جميل، دعنا نعود إلى المنزل هذا الجميل. نعم. الصغير. نعم. نحن ذهبنا ما قبل الإنشاء، خلال الإنشاء عندما خرجتم بهذا المشروع. نعم. ذكرت بأن هنالك مشكلة. نعم. وأطلعتني على بعض من تلك. نعم. المشاكل، بل أيضا بعض تلك كوارث. نعم. أي نعم، تعتبر كوارث وإن. نعم. كان يعني بعض منها مضحك. نعم. يعني نعم. لا تعلم كيف. صحيح. فعل مشاهدنا الكريم أن يطلع على. نعم. هذه. طيب. الأشياء. وهذا هو لب المؤنت، والإعلاميين ما شاء الله تحبون الصور، وهي التي تحكي، يعني كلامنا قد يكون كلام لكن حينما نأتي إلى الصورة فهي تعبر. انظر إلى هذه الصورة التي أمامك. الآن هذا مواطن يبني خزان لمنزله، ولم يجد المصمم طريقا لماسورة الصرف إلا عبر الخزان. جميل. انظر هذه المشكلة، مشكلة قد تكون بيئية، مشكلة تصميمية، كارثة. وهذا مرخص له أصلا، يعني البلدية ترخص له. البلدية ترخص النواحي النظامية، الارتدادات، تعطي التصميم، لكن من يشرف على التنفيذ؟ نعم. المواطن هو الذي يشرف بنفسه، قد يجيب مهندس غير كفو وتحصل مثل هذه الإشكالات. يعني أنا لا أتوقع أنه. نعم. من بنى هذا المنزل. نعم. لا يفكر أن يسكن فيه لأنه يعلم عنه، ولكنه ربما هيئه للبيع كمبنى للإيجار. طبعا أنا لا أعرف والله يعني مصدر الصورة هذه. طيب. لكن هذه أيضا مشكلة كبيرة. نعم. يعني أيضا المساكن التي يطورها ناس أنا أعتبرهم تجار شنطة. نعم. وهذه أيضا جزء كبير من موضوعنا في بيتك عامل، اللي هم المطورين غير المهنيين. أصبحت بيوت تنهار يا أستاذ عبد الله، تشققات، تصدعات، رشح في المباني، لأنه في 3 أو 4 أشهر يبني لك البيت. نعم. طبعا هناك نسبة معينة ومعروف وقت معين في قضية التنفيذ. هذه أحد الصور. الصورة الثانية، هذه كارثة حقيقية سارت في أحد ضواحي منطقة القصيم. المصمم في بيت الدرج وضع الحديد بطريقة غير صحيحة، ونفذ المقاول ثم طاح على المقاول وتوفي، الله يغفر له ويرحمه. توفي. م. هذه حادثة موجودة في أظن في رياض الخبرة أتوقع. نعم. كارثة يعني، وانهدم المبنى أو جزء من المبنى اللي هو الدرج، لأنه عندنا في التصميم طرق معينة في وضع الحديد، إذا كان الحديد أو جزء الخرسانة يعني طاير يسمونه، أو الكنتليفر أو الظفر باللغة أو باللهجة السورية، يكون الحديد بدل ما يكون تحت يكون فوق، هذا عكس الموضوع بناحية غير صحيحة أو مهنية، فانهار بمجرد أنه أزيل الشدات الخشبية من تحت بيت، عفوا هي البسطة حقت الدرج، وانهار توفي. إذا لدينا من يعني يسوق نفسه كمهندس معماري وتاجر شنطة حتى. في الهيئة السعودية، على فكرة الهيئة السعودية مهندسين لها برنامج ضخم جدا الآن لاكتشاف المزورين. اكتشفت الهيئة آلاف من المهندسين، سباكين وبعضهم نجارين وبعضهم ما عنده أي شهادة، ويأتي إلى الوطن بصفة مهندس، والآن تم تصحيح هذا الوضع وربط تجديد الإقامة بالتحقق من الشهادة، وبرنامج ضخم جدا تقوم في الهيئة السعودية مهندسين في مثل هذا الأمر. جميل. نعم. أيضا شوف طبعا في هذه الأشياء المضحكة، طبعا أخطاء كثيرة وقد تكون يعني مضحكة في بعض الأحيان. لاحظ هنا عدم التنسيق مع الخدمات، لدرجة أنه الكهرباء أو العمود الكهرباء صار داخل البيت. نعم. أيضا يعني هنا حاط شكل جمالي بدون وجود النافذة أو البلكونة. نعم. هنا بيت أنهار، وضع طوابق إضافية بدون أن يتحمل الدور الأرضي فانهار المبنى. نعم. لاحظ هنا أعمدة كان بيضع يعني جسور أو بعض الأشياء لهذا العمود، أو وجود تعشيش معين،
فانظر كيف أصبحت الأعمدة اللي بتتحمل مبنى أو طابق فوقها. جميل. عندنا كوارث كبيرة جدا، المواطن غريق في مثل هذه المواضيع، فمن خلال هذا المشروع نقدم المعلومة المهنية البسيطة التي لا غنى عنها للمهندس. كل هذا الأشياء التوعية توجه أنه لابد من وجود مهندس في جميع مراحل التنفيذ، حتى يقدر المواطن أهمية وجود التصميم الجيد والمهني والصحيح. جميل. نعم. يعني خلال هذه الدقائق أنت طرحت كثير من المشاريع حقيقة، وكثير من الأفكار، وهنا أتساءل خاصة في مسألة، مثلا هذه مسألة الضواحي أو المقترح الذي ذكرتمه قبل قليل. لكي يتنفذ مثل هذا المقترح، ما هي الوسيلة؟ من هي الجهة المسؤولة عن الموافقة؟ وزارة المالية، البلدية والقروية، الديوان الملكي، من؟ طيب، السكن يا أستاذ عبد الله هاجس ضخم جدا يؤرق المواطن بشكل كبير جدا، وحلول مشاكل الإسكان ليست جهة فردية. لابد أن يكون هناك تضافر كبير جدا من عدة جهات، وزارة الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية كما ذكر، القطاع الخاص، الثقافة والإعلام، كلها مهمة. لابد لنا، وأنا أقولها بكل صراحة، إذا نريد حل لمشكلة الإسكان عندنا في المملكة لابد أن يكون هناك مشروع استراتيجي وخطة استراتيجية مرشال على نطاق، لأنه جميع المقومات عندنا، المال موجود والأرض موجود، إذا أين المشكلة؟ في الإدارة والتخطيط. نريد رؤية استراتيجية كبيرة جدا، ثم تضافر مثل هذه الجهود. لا يمكن لجهة أن تنفرد بحل مشكلة الإسكان، هو مشروع جمعي، قرار سياسي، قرار اقتصادي، يتكلم عن مشكلة كبيرة جدا حتى على المستوى الاجتماعي، مستوى الأمني، وجود مسكن آمن للمواطن يجعله مرتبط أيضا بالوطن. فحينما ننظر لهذه النقطة بشكل عام، فنحن أمام معضلة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود. إذن كأنك تقول لا تثقلون عليها، ولكن لا تتوقعون منها كل ما تأملون به. من هي هذه؟ وزارة الإسكان. وزارة الإسكان، لا أستطيع أني أقيم وزارة بحجم وزارة الإسكان، أنا أنظر إلى المخرجات. جميل. ماذا قدمت وماذا استفاد المواطن فقط. سعادة المهندس مذكر بن دغش القحطاني، الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للتوعية الهندسية لبناء وشراء المساكن، بيتك عامر، وكنا في هذا البيت الكريم ضيوفا عليك، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بلقائك أستاذ عبد الله. أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام، إلى حلقة أخرى من لقاء الأسبوع، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.